مرحبا بكم في عدد جديد من حصتكم ولادنا تحت جناحنا. كما اليوم عندنا موضوع مهم هو الديدان في الامعاء عند الاطفال، لوكسيوغوز. هي مرضي تري كونتاجيوز، تعدي بزاف عند الاطفال، دونك سي بور سا سا باس من الطفل للطفل. الطفل يروح يحكم حبه تفاح ياكلها ديريكت، ولا حبه بنان، ولا حبه جينا، بلا ما يغسلها، بلا ما يغسل يده، دونك تما اللي تصرى لا كونتاميناسيون. حصتكم الاسبوعيه ولادنا تحت جناحنا تجيكم هذا الاسبوع بموضوع مهم هو ديدان الامعاء عند الاطفال. النظافه ان الطفل نعلمه دائما كي يمسح حاجه يروح يغسل يده، بما نرجعوش اوبسيسيونيل، خاطر هنا نروحوا للاضطراب الوسواسي. لازم هنا عنده ثقافه تاع النظافه، ودائما دائما عاود نقول كل ما يمرض التلميذ احنا كاساتذه نتقلقوا. لوكسيوروز ديدان الامعاء مرض ماهوش خطير، ولكن النظافه ثم النظافه. تقدروا تواصلوا معنا عبر موقع الانترنت ولادنا تحت جناحنا.com ولا صفحه الفيسبوك ولادنا تحت جناحنا. سلام. من حقنا ندرس ونتعلم حتى ننجح نبذل جهدا. إضافة إلى برنامج عمو يزيد ولادنا تحت جناحنا، حصة جديدة تخص الأولياء، تجيب على أسئلتكم مع أخصائيين في شتى المجالات في هذه الأوقات على الشروق العامة. مهما كان نفوسنا عنها مسؤولة، حقها واجب مهما كان.